بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر أليم. إن الذين يكتمون والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أتوب عليهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإن